نحو السماء، ووقفنا صار بكم مثل الضياء، وروحنا تجري بكم فوق السحاب، ويغطر النفع لنا يرويهما، قرباننا يعلو بنا نحو السماء، ووقفنا صار بكم. مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من يوميات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وها نحن الآن في دورتها الثالثة حيث التنافس على أشده. مشاهدين الأعزاء، أتمنى لكم مشاهدة طيبة. مساكم الله بالخير مشاهدينا، مشاهدين جائزة دبي الدولية برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها. احنا اليوم في يوم الجمعة في رحلة بحرية مع متسابقات من جميع أنحاء العالم بكافة أنواع اللغات ومختلف الجنسيات. الرحلة صراحة مرة حلوة، جميلة جدا في يوم مبارك، وأنسام الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظ الله ورعاها الرائعة المعمولة بكل إخلاص لسعادة المتسابقات موجودة لدينا هنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثلج صدرها كما أثلجت صدرنا بهذا التنظيم الرائع. وطبعا جو الإمارات وجو دبي جو جميل جدا، ويسمو عليها أيضا جو التسابق الجميل الشريف الذي يكون في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا هسه في القارب راكبين في البحر، طبعا هي من اجمل الرحل البحريه عن جد اللي شفتها. هيك الاجواء ممتعه والبحر كثير حلو، دبي حلوه، يعني الحمد لله شيء جميل جدا. هنا يعلو بنا نحو السماء، ووقفنا صار بكم مثل الضياء. هنا يعلو بنا نحو السماء، ووقفنا صار بكم مثل الضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فرحة بهذا الرحلة البحرية، ودبي جميل جدا. تجري بكم فوق السحاب، ويهطل النفع لنا يرويهما، ويهطل النفع لنا يرويهما. جميلة، استمتعت بها كثيرا. دبي جميلة جدا، لأول مرة أتيت إليها وكان الهواء جميلا أيضا. باغي الأجر العظيم فلتكون، كأسا سقات روحنا على أذكى الأتقياء. يا باغي الأجر العظيم فلتكون، كأسا سقات. هذه رحلة جميلة استمتعت بها كثيرا. كأسا سقات روحنا على أذكى الأتقياء. رحلة جميلة جدا، ودبي جميلة كثير، المنظر كثير حلو. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أخذنا فريق المسابقة في رحلة بحرية في القارب، استمتعنا جدا بالمناظر الجميلة، وفيها ترويح عن النفس، وفيها تغيير للجو، فشكرا جزيلا لهم، وفعلا كان يوما رائعا. بكم مثل الضياء، وروحنا تجري بكم فوق السحاب،
ويحصل النفع لنا يرويهما قرآننا يعلو بنا نحو السماء ووقفنا صار بكم مثل الضياء وروحنا تجري بكم فوق السحاب ويحصل النفع لنا يرويهما قرآننا يعلو بنا نحو السماء ووقفنا صار بكم مثل الضياء قرآننا يعلو بنا نحو السماء ووقفنا صار بكم مثل الضياء. وبكده رحلتنا انتهت من عصر يوم الجمعة إلى قرابة غروب الشمس. كانت رحلة حلوة تستاهلكم، استمتعنا، غيرنا جو، تعرفنا على الأماكن الأثرية اللي بجنب البحر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في الرحلات القادمة معنا. دمتم في حفظ الله. ويصل النفع لنا يرويهما رأي من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. بعد أن شاركت في كثير من المسابقات الدولية في كثير من بلدان العالم، لكني أستشعر الآن هذا الجهد المبذول من حيث التنظيم وحيث التغطية الإعلامية وحيث الجوائز التي تتناسب مع قدر أهل القرآن وبما يقدمونه من حفظ جيد وأداء متقن يستحق منا الإشادة. وإنني من خلال هذا اللقاء أناشد أبناءنا في جميع أنحاء العالم أن يعدوا أنفسهم إعدادا جيدا في الحفظ والإتقان وأحكام التجويد لينالوا شرف المشاركة في هذه المسابقة التي ما إن شاركتم فيها ستشعرون بصدق ما أقول. اقرأي من قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. حقيقة إن هذه المسابقة متميزة في كل شيء، متميزة في تنظيمها، في جوائزها، في كل شيء ما شاء الله. حقيقة هناك شيء أعجبني جدا في هذه المسابقة، وهو هناك فرع للرجال وفرع للنساء، يعني مسابقة مستقلة تخص الرجال جانب الرجال الذكور، ومسابقة أخرى جائزة أخرى تخص جانب الأخوات يعني الإناث. والله هذا طيب جدا، قلما تجد مسابقة مثل هذه. ونفس الجوائز التي تعطى للذكور نفس الجوائز التي تعطى للإناث. والشيء الذي أعجبني أكثر من هذا الفرع واحد فقط، حفظ القرآن كاملا مع التجويد فقط بدون تفسير بدون أي شيء، فهذا يشجع الطلاب. وقبل ختام هذه الحلقة نذكركم متابعينا ومشاهدينا من كل مكان أنه يمكنكم متابعة فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من حلقات يوميات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثالثة. وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمي